ما كانش سهل ان احنا نقدر نلاقي اشخاص مناسبين ان يكونوا اول سفراء كوريا مصر الرقميين. بداية اليوم كده كانت الشوارع فاضية على الصبح زي ما انتوا شايفين، وده وانا بقتحم قاعة الحفلة وكانت فاضية، لكني دخلت وسط مجموعة من المبدعين اللي هيتعينوا سفرة معايا. كنا حوالي 15 فرد، وبعدين قالولنا نشوف البادجات بتاعتنا في أي حتة ونروح نلبسها. كان محطوط على الترابيزات لكل واحد اسمه وطعام يبدو شهي، والحقيقة عشان أهم حاجة برستيجنا قبل ما السفير يجي ضربنا صباعين محشي وكاننا بضمير فخر ومشرفينكم بجد. بس لاحظنا حاجة لا يمكن التغاضي عنها، ترابيزة السفير عليها عصير واحنا لا. عنصرية دي ولا لا؟ ملناش نفس يعني. المهم السفير نور المكان وقعد قدامنا، وبدأ واحد من فريقه يتكلم الأول. First of all, I'd like to thank Korean Embassy for giving us the good opportunity for being part of this meaningful journey, which is planning and managing this EKDA program. ملخص كلامه وانه مبسوط جدا ان السفارة اديته فرصة انه يشارك الحدث ده، وشكر السفير وكل اعوانه، وانه متفائل من التعاون والتقارب الثقافي ما بين مصر وكوريا. المهم عرفنا من السفير ان هيكون في تبادل ثقافي ما بين البلدين مصر وكوريا، ومش مقتصر الترويج على كوريا بس، لا مصر كمان. والفكرة كلها ان احنا تعيننا كسفراء رقميين وهنحضر معاه ايفنتات نحاول نساهم فيها في التواصل ما بين الثقافتين. والحقيقة السفير كان لطيف جدا وكان مرحب بأي صورة في أي وقت من غير ما يتضايق. كان يوم ممتع معاه ومع فريق العمل بتاعه كله، خاصة السكرتير كان أكتر واحد بيشقر علينا كل شوية ويقعد يتكلم معانا بيحاول يتقرب مننا، وكمان هو اللي بدأ يطلب مننا نتصور معاه وإحنا ما صدقنا الصراحة. وفرجونا في الحفلة على فيديوهين يبينوا شخصية السفير الكوري أكتر وإيه اللي ناوي يعمله في المستقبل، ومن ضمنهم كان فيه واحد مشهور في كوريا مصري اسمه سامي رشاد، هو اللي عمل معاه المقابلة. هحطلكوا لينكات الفيديوهات دي تحت في الوصف. وفي الآخر خدنا هدايا هفرجكوا عليها دلوقتي. دي الشنطة، وكان أغلبنا متوقع إن هي سكين كير وطمعانين جدا، بس هما الصراحة مواجبين الأحداث اللي بتحصل. يعني أفرجكوا دلوقتي، أنا بعون الله أقدر أفتح صيدلية لوحدي بالكمامات دي أو أورثها لأحفادي. يعني عندنا دلوقتي على ناحية اليمين كمامات من نوع فاخر، والجانب الآخر من الكمامات العادية بتاعت عامة الشعب، ومعهم حاجات بتشيل الرطوبة من الجو ومعقم للإيد وعينة عطر بتتحط في الكمامة عشان تديها كده ريحة النعناع، ووايبس للتعقيم برضو. ودي الحقيقة أنا معرفش هي إيه بالظبط، اللي يعرف يقولي. وأخيرا مج خفيف لطيف. وردا على شوية أسئلة كانت بتتسأل في الكومنتات، هل هيسفرونا كوريا؟ الحقيقة محدش جاب سيرة الموضوع ده مبارح، ولو حصل هقول لكم. وكمان اكتشفت ان الموضوع ده هيبقى تطوعي جدا، يعني احنا شغالين معهم بس بدون مقابل، بالحب كده. اتمنى اكون نقلت لكم اليوم كله زي ما وعدتكم، ولو في اي حاجة ناقصة انتوا عايزين تعرفوها اسألوني في الكومنتات وانا هرد عليكم.